لعب الكورة حلوة قوي ليحيى الدرع. يا سلام على الجملة التكتيكية. اخطبوط الحراسة المصرية يتميز في الكورة دي. مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معانا ايه النهارده. الزمالك يواجه سموحه في ثاني مباريات نصف نهائي دوري الكره الطائره. طائرة سيدات الزمالك تعود للتدريبات استعدادا لقمة نهائي الدوري. تدعيمات قوية لفريق يد الزمالك قبل السوبر الافريقي وكأس الكؤوس. غدا هشام صلاح يجري عملية الرباط الصليبي. فريق سلة الزمالك جاهز لمواجهة التأمين في كأس مصر. اتحاد اليد يستضيف أربع منتخبات عالميا استعدادا لأولمبياد باريس. براتني جرينر تعود لمنتخب سيدات سلة أمريكا استعدادا للأولمبياد. فرنسا تطلب دعما خارجيا لتأمين أولمبياد باريس 2024. ومن التقارير سيدات طائرة الزمالك خطوة واحدة على لقب الدوري. على مدفع الإفطار في السعودية سيدات تنس طاولة الزمالك ملكات العرب 2024. الأسبوع ده أسبوع مليء بمباريات القمة، أسبوع مليء بحسم للبطولات. ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك عندها تحديات كبيرة جدا خلال الأسبوع ده. عندك يوم يمكن كان عندنا امبارح مرتبط 2006 قدر يفوز على النادي الأهلي، وكانت المباراة في صالة واحد في نادي الزمالك. بنبارك لهم طبعا بقيادة محمد رمضان هتلر، يعني اللي اعتزل حديثا وطبعا ابتداء من الموسم ده وتولى مهمة فريق 2006. حقيقي ببارك له، حقيقي بقول له يعني واضح كده انك كادر محترم بجد، يعني هيكون ليه باع طويل جدا في مسيرته التدريبية زي مسيرتك وانت لاعب بالتأكيد، اللي كان فيها كلها انجازات وبطولات محترمة جدا. ببارك له طبعا في البداية. كمان تنس طاولة سيدات قدروا يفوزوا بالبطولة العربية، يمكن مجلس إدارة الزمالك إن شاء الله بكرة هيكرمهم، طبعا كابتن حسين لبيب هيكرمهم بإذن الله بكرة قبل الفطار. الأحداث خلال الأسبوع اللي فات طبعا بنات أو سيدات الكرة الطائرة قدروا يفوزوا في مباراتين سموحة وقدروا يصلوا لنهائي الدوري. كمان رجال الطائرة قدروا يفوزوا امبارح على سموحة وعندهم المباراة التانية النهاردة تقريبا، يعني هتكون في تمام الساعة 11 بإذن الله، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. ضيف على ده بقى ان الاسبوع اللي جاي كله حسم للبطولات،
بالنسبة للرجال الطايرة ولسيدات الطايرة حسب بطولتين الدوري رجال وسيدات. كمان الهاندبول عنده يوم الثلاث في نفس ميعاد أول مباراة أهلي للطائرة سيدات في نهائي الدوري، في نفس الوقت هيكون رجال اليد في مواجهة النادي الأهلي ولكن في العاصمة الإدارية. يمكن السيدات هيكونوا في صالة تحيا مصر، أنا بس بقول اختصارا ولكن هنتكلم تفصيلا أكتر يعني، ولكن بتمنى كل التوفيق ليهم. عندنا فيوتشر بكرة، يعني الأسبوع ده مليان، إن شاء الله يكون أسبوع كله خير وسعادة على نادي الزمالك ويكون مليء بالإنجازات بإذن الله بإذن الله، لأنها كلها مباريات مهمة جدا جدا، وفي منها بتحسم بطولات مباشرة زي الطايرة سيدات ورجال. فبتمنى طبعا كل التوفيق ليهم. الأسبوع تقيل جدا ولكن إن شاء الله إن شاء الله يكون مليء بالإنجازات على فرق الصالات. كل الفرق تقريبا بتنافس على الصعود لمنصات التتويج، وخلاص احنا بقينا في الأمطار الأخيرة من الموسم. يعني الأسبوع ده انت بتتكلم في دوري الطائرة رجال وسيدات، بعد كده لسه طبعا في كاس وافريقيا وكل الحاجات دي. كل الفرق عندها فرص كبيره باذن الله في حصد الالقاب والبطولات. زي ما قلنا رجال الطايره ان شاء الله هيلعبوا بعد شويه المباراه الثانيه مع سموحه في نصف نهائي الدوري، يقدروا باذن الله يفوزوا ويتاهلوا للنهائي، وهيكون في مواجهه الفائز من الاهلي وسبورتنج اللي هو غالبا هيكون الاهلي. يعني وانا داخله كانت النتيجه 2-0 في الاشواط للنادي الاهلي، والشوط الثالث الاهلي متقدم واكيد فاز في المباراه اللي فاتت طبعا. ف في الغالب هتكون نهائي الدوري ما بين نادي الزمالك والنادي الاهلي. خلاص فانت تقدر تتاهل للنهائي، تحافظ على اللقب ده بالنسبه طبعا لرجال الطائره، وتحافظ على اللقب اللي انت بقالك سنتين محافظ عليه. انت بقالك سنتين محافظ على الثنائيه مش على لقب الدوري بس. فربنا يكرمه باذن الله العام الثالث على التوالي ان انتوا تقدروا محافظين على الثنائيه، خصوصا وانك عندك لعيبه امكانياتها كبيره جدا. انت اللي جاي، فريقك هو اللي جاي، اعمار عندك اصغر، فبجد احنا عندنا توليفه محترمه جدا ما بين الخبرات ومتوسط الاعمار والشباب طبعا الواعد، فبنتمنى لهم كل التوفيق. فريقنا كله نجوم، عندنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني في تحقيق لقب الدوري. أرجوك بلاش يحصل إن إحنا خلال المباراة فجأة يحصل زي كبوة فنستسلم للكبوة ففجأة تلاقي شوط في التاني. لا أرجوك نقطة تانية حسيت إنه أنا مش مركز، لا افوق وافوق فرقتي. بتكلم طبعا اللعيبه الكبار اللي بجد هم على قدر عالي فنيا واخلاقيا وكليدرز جوه الملعب. بجد انتوا ليكم دور كبير جدا خلال المباراه دي فنيا وقياديا جوه الملعب، علشان النهارده ما احسش ان فرقتي مثلا في وسط الملعب خسرت شوط فتبدا الناس لا يبقى داون شويه او فجاه استسلموا للنتيجه او ما شابه. لا احنا محتاجين ان طول الوقت خسرت شوط خلاص مش مشكلة، خش الشوط اللي بعده وكأنها مباراة جديدة وكأنها يعني من اول وجديد خالص، بتبدأ مباراة من اول وجديد خالص واشتغل عليها. لكن ان انا مع كل شوط بخسره او كل نقطة فيبدأ يحصل استسلام او احس ان الفرقة بقت داون شوية، مش عايزين نعمل ده. احنا كان في حاجز نفسي، وده وارد على فكرة، وارد كان في حاجز نفسي بيقدر فريق الاهلي انه يفوز في السنوات السابقه قبل الموسمين اللي فاتوا. طبعا نبقى احنا كويسين فنيا، عندنا لعيبه كويسه، مش زي الجيل اللي موجود دلوقتي اكيد، ولكن فجاه انت نازل خلاص هذا، يعني انت نازل مسلم للنتيجه من قبل ما تبدا. الحاجز ده احنا تخطيناه في الموسمين اللي فاتوا، مش عايزين ابدا نرجع لنفس الحاجز النفسي ده ابدا، لاني بشوف ان انتوا في الملعب نجوم زي ما بيقولوا كده بلغه الرياضه، تقايل معلمين بالمعنى الحلو الايجابي. مش عايزاكوا ابدا يكون في اي نوع من الاستسلام داخل الملعب ابدا، مهما حصل مهما حصل ما يكونش في نوع من الاستسلام لنتيجه شوط لكم بوينت ورا بعض،
مش عايزين نعمل ده. انتوا نجوم وابطال وعندكم ثقافه خلاص النجم والبطل واللي بيبقى عارف ازاي يتحكم في نتيجه المباراه، واللي بيبقى عارف ازاي ان انا احافظ على رتم المباراه والنتيجه اوزع مجهودي على الثلاث او الاربع او الخمس اشواط. فده محتاجين نشوفه بشكل كبير. الجهاز الفني نحن لا نتدخل فنيا، ولكن اكيد الناس ان شاء الله هيبقوا شغالين على انه ما عنديش لعيب بقى يلعب الخمس اشواط حتى لو هو احسن واحد في الفرقه، لان انا عايز قوته الضربه في الاشواط المتقدمه. فبحاول ان انا طبعا على قد ما اقدر ان انا هيبقى في روتيشن عشان اريح النجوم او قوه الضربه، وكل الفرقه طبعا نجوم بالتاكيد. مش بحب قوي اتدخل في الجزء الفني لان ده يخص الجهاز الفني. عندنا مدرب اجنبي سيدني بابكي مع اشرف ابو الحسن مع محمد عبد المنعم مع ماركو، الناس دي كلها ناس ليها باع طويل جدا في التدريب، نجوم خبرات كبيره جدا جدا، فمش اللي احنا هنتدخل في شغلهم فنيا بالتاكيد. ولكن كل الدعم والتوفيق ليهم باذن الله، ويقدروا ان هم يحسموا المباراه الاولى لصالحهم. انا دايما بشوف ان المباراه الاولى دي هتمثل لك اريحيه غير طبيعيه، هي ضربة البداية، هي اللي نفسيا هتخليك أعلى، هي اللي هتكون بتديك أريحية إنه لو لا قدر الله، لو لا قدر الله أنت حصل حاجة في المباراة التانية خلاص أنت عندك فرصة مباراة تالتة، وإن شاء الله نحسم من أول مباراتين. لكن لا قدر الله لو حصل حاجة في المباراة الأولى، ده أنا ما أتمنهوش أبدا، ما أتمنهوش أبدا. بإذن الله المباراة الأولى تكون من صالحنا، لأنه صدقوني حسم المباراة الأولى هيفرق نفسيا وبشكل غير طبيعي، هيخليك ليد في المباراة التانية، هيخليك نازل المباراة التانية أنت مرتاح، مش مضغوط، مش بتجري ورا نتيجة ماتش أولاني. مش عايزين نوصل لده أبدا، وإن شاء الله ما نوصلوش. كل الدعم والتوفيق لرجال الطائرة. طيب خلينا نخش بقى على السيدات، واللي أكيد أنا بنتمي لهم وقلبي معاهم بشكل كبير جدا. كلهم نجوم، وانتوا عارفين انكم نجوم، وانتوا عارفين انكم احسن لعيبه في مصر. النقطه بتفرق، الشوط بيفرق، طول الوقت نبقى بنلم بعض. نفس الكلام اللي بنقوله للرجال طول الوقت، مفيش اي نوع من الانهزام او ان احنا نفسيتنا تقع او ما شابه عشان شوط، عشان كام بوينت ورا بعض. لا، كمل. المباراة الأولى برضو هتكون فارقة بشكل غير طبيعي معاكم، علشان أنا في المباراة التانية يبقى عندي أريحية، خلاص قدرت أحسم من أول ماتشين يبقى زي الفل. حصل لا قدر الله، لا قدر الله حاجة، يبقى أنا كسبان الماتش الأولاني، خلاص يبقى أنا رايح على مباراة تالتة أنا وهو زي بعض، هننزل نلعب المباراة دي وكأنها خلاص هي دي النهائي وخلاص. لكن لا قدر الله لو حصل حاجة في المباراة الأولى، نفس الكلام، أنت هتحس إنك بتجري ورا نتيجة، في نتيجة مباراة أولى أنا حاططها في دماغي فموتراني، فبجري ورا النتيجة دي علشان أحاول أعوضها. مش عايزين نوصل أبدا للشكل ده. أنتوا خلاص اتأهلتوا لنهائي الدوري، بقى عندكم دافع كبير جدا في تحقيق الدوري. أنتوا أبطال، قدرتوا السنة اللي فاتت إنكم تحققوا كأس مصر وإفريقيا، ولكن ما حصلش نصيب في بطولة الدوري. ان شاء الله السنه دي تقدروا، واكيد عندكم الدافع الكبير جدا انكم تفوزوا بالدوري الموسم ده. بطوله بطوله، اشتغل على بطوله بطوله، كل بطوله وليها صعوباتها. يعني النهارده لما تقول لي على بطوله الدوري، هي بطوله الدوري هي الاقوى محليا. في حاله فوزك ببطوله الدوري، البطوله اللي انت ما خدتهاش السنه اللي فاتت فتكمل، تقول والله ده انا واخد كاس افريقيا السنه اللي فاتت واخد دوري. طب تعالى لبطولة الكاس، بتكون صعوبتها في انها خلاص بتخسر بتطلع بتخسر فهي مباراة، كل النقطة بفورة، المباراة بفورة، خلاص الموضوع منتهي. فدي صعوبة بطولة الكاس، لما نروح لها نبقى نتكلم فيها. بطولة افريقيا مش هقول صعوبتها انها في صالة النادي الاهلي او في عقر دار المنافس، فريق البطل يقدر ان هو يلعب تحت اي ضغط، يلعب تحت اي ضغط، مفيش اي مشكلة، وده طبيعي. فكل بطولة وليها صعوبتها، فخلينا
نمشي بطولة بطولة وكأنها الأخيرة في الموسم، وكأنها الفرصة الأخيرة، وكأنها هي البطولة اللي أنا لازم أفوز بيها عشان مثلا ما عنديش غيرها الموسم ده. لازم نفكر كده، مش هبقى قايل مش مشكلة ما أنا ممكن أخد الكاس أو أفريقيا، مش مشكلة ما أنا ممكن أخد أفريقيا، مش لا، كل بطولة بنزل أموت نفسي عليها وكأنها الأخيرة في الموسم، وكأنها فرصتي الأخيرة. كل الدعم لرجال وسيدات الطائرة خلال الأسبوع ده، لأنه أسبوع حسم الدوري، كلنا عارفين ثلاث وخميس سيدات الطائرة هيواجهوا النادي الأهلي، وفي حالة التعادل هيتم اللجوء لمباراة فاصلة هتكون يوم السبت. وبالنسبة للرجال هيلعبوا أربع وجمعة أمام النادي الأهلي، وفي حالة التعادل هيتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم الحد بإذن الله. إن شاء الله كل الدعم والتوفيق ليكم. يومين كل فرقة فيكم، يعني يومين تحسم فيهم بطولة. موت نفسك، انسى أي حاجة، انسى أي حاجة ممكن تبقى بتدور في ذهنك، فكر بس أنا إزاي هحسم الدوري خلال اليومين دول. حتى لو تم اللجوء لمباراة فاصلة سواء في الرجال أو السيدات وارد، وشفناه السيزن اللي فات إن تم اللجوء لمباراة تالت، مفيش مشكلة، عادي جدا جدا. إحنا عندنا لعيبة على أعلى مستوى، عندنا لعيبة عندهم بدني محترم، كل الدعم والتوفيق ليهم. طيب لما تيجي لفريق السلة اللي هو كمان عنده أكبر الدوافع بقيادة طبعا كابتن وائل بدر، مطمعينا ان هم لسه محتاجين حاجات كتيرة، لسه محتاجين ان هم يركزوا، يحسموا، يبقوا مركزين. عندهم طبعا بعض الاخطاء اللي شفناها مثلا في مباراة الاتحاد، لا مباراة الجزيرة، لا محتاجين ان احنا الكوارتر الرابع، وما ادراك ما الكوارتر الرابع، محتاجين نركز بشكل كبير جدا في الكوارتر الرابع بدنيا وذهنيا ونفسيا في الكوارتر الرابع. كل الدعم ليهم، هم كمان عندهم دوافع كبيرة جدا، يمكن أكتر من أي فرقة في فرق الصالات، لأن هم فعلا من الفرق اللي هي بقالها سيزن ونص أو تو سيزنز بعاد جدا عن منصات التتويج. بعد إيه بقى؟ بعد ما قدروا يفوزوا بالبطولة الإفريقية لأول مرة تحت رعاية الـ NBA من موسمين، وفي نفس الموسم قدروا يفوزوا بدوري السوبر. فالناس دي بجد عملوا سيزن ولا أروع، بعد كده حصل إنهم غابوا عن منصات التتويج موسمين. فهم كمان دوافعهم كبيرة جدا جدا إنهم يرجعوا أو يعودوا مرة أخرى لمنصات التتويج. كل الدعم والتوفيق ليهم. عندهم طبعا مباراة في ربع نهائي الدوري مع سموحة، ولكن قبلها عندهم ربع نهائي الكاس مع مصر للتأمين، وده هيكون بكرة بالمناسبة. فريق السلة عنده دوافع جديدة، هو وجهازه الفني عايز يكسب أول بطولة ليه مع الزمالك، فالجهاز الفني عنده دوافع، اللعيبة عندها دوافع. يا جماعة خلاص الموسم في نهايته، ما تفوتش ماتش، ما تفوتش نقطة، ما تفوتش جون، ما تفوتش، بتكلم بكل لغات كل الألعاب. بجد كل الدعم والتوفيق ليكم، وإن شاء الله تكون أو يكون السيزن ده هو الانتفاضة لسلة الزمالك والعودة من جديد لمنصات التتويج. نروح بقى الفريق كرة اليد اللي عنده مباراة القمة يوم الثلاث اللي جاي في الجولة الـ 12 من المرحلة الثانية للدوري. ده غير طبعا السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقي. عندي عتاب عليهم، أنا مش عارفة ليه. ليه بنمشي على سطر ونسيب سطر؟ ليه بجد بقينا بننزل نلعب كل مباراة على قد؟ ليه يعني لعبنا البنك الاهلي دول لو تفتكروا قبل الاهلي المباراه اللي فاتت، كان قبل الاهلي مباشره زي الاسبوع ده كده، كسبنا البنك الاهلي سكور يعني. طب ايه اللي بيحصل؟ طب ليه؟ برضو في المباراه الثانيه كسبت طلائع الجيش برغم انك خسرت منها واحد، كسبت سبورتنج
فرق في المباراة الأولى وفرق 4 تقريبا ولا حاجة في المباراة التانية. ليه؟ ليه دايما عندنا حتة في النص كده فبنخسر عشان إيه؟ عشان إيه؟ يعني مش عارفة. بس فريق يد الزمالك بجد انتوا نجوم كبار وانتوا فريق عملتوا كتير وعملتوا انجازات كتيره بجد. انتوا كسبتوا فرق 11 البنك الاهلي في الدور الاول او في المباراه اللي فاتت. فليه؟ ليه النهارده؟ ده برضو علشان فكره ان احنا كنا خسرين 3 و4 وبنجري نلحق السكور، ففي الاخر المباراه خلصت وانت خسران البنك الاهلي فرق 1. حاولت تعوض، لكن هو هتعوض ايه؟ خلاص خسرت فرق 1 في الاخر. ارجوكم ننزل من اول المباراه نلعب بمستوانا وناكد ونعلى بالسكور علشان ما نحطش نفسنا في مفاجآت. انتوا نفسكم قبلنا وقبل اي حد عايزين تفرحوا جماهيركم وعايزين ترجعوا لمنصات التتويج مره اخرى وعايزين تفوزوا بالدوري وعايزين تفوزوا بالكاس والسوبر الافريقي وكاس الكؤوس انتوا نفسكم، انتوا نفسكم اللي بايديكم تفوقوا نفسكم، انتوا اللي عايزين تفوقوا وترجعوا مره اخرى لمنصات التتويج. ففين المشكله؟ فين المشكله؟ يعني بتمنى طبعا من الجهاز الفني خلاص مباراه البنك الاهلي صفحه واتقفلت. انا عارفه ان انتوا فريق مش من الفرق اللي هي عندها لا مبالاه، يعني اللي هو تمام خلاص هنعمل ايه يعني وخسرنا وبتاع. لا، انا عارفه ان فريق اليد مش كده. فريق اليد من الفرق اللي بجد بتحزن على كل نقطة وبتحزن على كل مباراة وبيقفلوا على نفسهم وبيلموا بعض علشان يشتغلوا على اللي جاي. لعله خير، لعله خير. هو كل نقطة بتضيع مننا هو مش في صالحنا أبدا أكيد، ولكن زي ما قلت لعله خير. خلينا نركز على مباراة القمة اللي هتكون يوم الثلاث. يوم الثلاث الحقيقة هيكون يوم حافل، يعني خلينا نركز على المباراة اللي هتكون يوم الثلاث اللي هيكون في نفس توقيتها سيدات الطائرة عندهم مباراة أيضا مع النادي الأهلي في المباراة الأولى من البلاي أوف طبعا في نهائي الدوري. كل الدعم والتوفيق لرجال اليد ويقدروا إن هم يفوزوا يوم الثلاث على النادي الأهلي. إنك تفوز مرتين ورا بعض ده نفسيا هيفرق معك بشكل كبير، غير إنه هيفرق معك في النقاط، غير إنه هيفرق معك في الأدوار اللي جاية، غير إنه هيفرق معك في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس. أرجوكم أرجوكم أنتوا كبار جدا وبإيديكوا تلموا بعض وبإيديكوا إن مش مباراة هي اللي هتكون بتوقعكوا نفسيا وفنيا، لا خالص. انتوا ابطال وجهازكم الفني جهاز محترم وان شاء الله تقدروا تلموا بعض. ناخد السلبيات ونعالجها من الماتشات اللي بتبقى شبه كده وبنشتغل عليها وبنعالجها وبنفوق نفسنا. دايما الفوقه او الانتفاضه بتيجي من مباراه قمه، فلازم باذن الله تقدروا ان انتوا تفوقوا من خلال المباراه دي. التحديات دي بتكون عايزة عزيمة، إصرار على المكسب، تحقيق الألقاب مش بس من فريق اليد. لازم لاعبي الزمالك في مختلف الألعاب يكونوا على قدر التحدي وبإذن الله يكون في حصد الجميع الألقاب. طيب، بمناسبة حصد الألقاب وإحنا في شهر رمضان اللي بيكون كريم على الأمة الإسلامية وكان برضو كريم على نادي الزمالك على مر التاريخ، قدرنا نحقق بطولات وإنجازات في شهر الكرامات. بطولتنا النهاردة الحقيقة أنها اتحققت من كام يوم، يعني حاجة قريبة طازة كده، وهي طبعا البطولة العربية لسيدات تنس الطاولة واللي فاز بيها بنات الزمالك واللي اتلعبت في المملكة العربية السعودية بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق بتروجات في النهائي. إن شاء الله تكون البطولة دي زي ما بيقولوا كده فتحة خير للزمالك في كل اللي جاي. نفوز الحد على بتروجات، نفوز التلات في مباراتين اليد رجال والطائرة سيدات، الخميس الطائرة سيدات، ونكمل والرجال الطائرة في الماتشين، ويكون الأسبوع ده كله أسبوع خير على نادي الزمالك. كانت فتحة خير في بداية الأسبوع من سيدات تنس الطاولة من مرتبط 2006 لكرة اليد طبعا تحت قيادة محمد رمضان هتلر إن احنا نقدر نفوز في مباراة قمة وفي البطولة العربية.
طبعا ببارك لسيدات تنس الطاولة، وبالمناسبة زي ما قلت عندهم تكريم بكرة من كابتن حسين لبيب ومجلس إدارته قبل الفطار بإذن الله، ببارك لهم. وخلينا نتعرف أكتر عن البطولة من التقرير ده ومن الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا. شهر رمضان معروف بأنه شهر الخير والبركة بصفة عامة، وعلى الزمالك بصفة خاصة، وده لأن الزمالك حقق خلاله بطولات كتير بطعم فرحة الشهر الكريم. شهر رمضان 2024 كان شاهد على بطولة غالية لفريق سيدات تنس الطاولة بنادي الزمالك، واللي توج بلقب البطولة العربية، واللي اتلعبت في المملكة العربية السعودية بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق بتروجيت، واللي كان منافس قوي في البطولة. ورغم قوة المنافس وصعوبة المباراة النهائية، إلى أن نجمات تنس الطاولة بنادي الزمالك يسرى أشرف حلمي وأميرة يسري والمحترفة الأوكرانية مارجريتا بيستوسكا بقيادة الأسطورة أشرف حلمي رئيس الجهاز، ومحمد السيد المدير الفني، وأحمد حلمي المدير العام، كان عندهم رغبة كبيرة في استغلال روح انتصارات شهر رمضان والرجوع من السعودية ببطولة تضاف لسجل بطولات الفارس الأبيض في شهر رمضان. وقدر فريق سيدات تنس الطاولة بنادي الزمالك انه يحقق اللقب على مدفع افطار يوم 17 رمضان الموافق 27 مارس 2024، بعد ما فاز على بتروجيت بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، واللي وصل ليها فريقنا بجدارة واستحقاق بعد الفوز على فرق الفتاة الكويتي والبصرة العراقي وعالي البحريني، بالإضافة إلى الفوز على بطل الأردن. فريق سيدات تنس الطاولة قص شريط البطولات لألعاب صلاة النادي الملكي الموسم ده ببطولة عربية بنكهة رمضانية، هتكون بداية بطولات نجوم الزمالك في كل اللعبات. بداية أخبار الكرة الطائرة بنادي الزمالك مع الفريق الأول بقيادة البرازيلي سيدني بابكي، اللي هيلعب بعد شوية مع سموحة في المباراة الثانية بدور نصف النهائي بالدوري الممتاز. فريقنا كان فاز في المباراة الأولى امبارح بنتيجة 3-1، وإن شاء الله يحسم تأهله النهاردة للنهائي بالفوز في المباراة الثانية على التوالي وعدم الحاجة لمباراة فاصلة بإذن الله. اتحاد الكرة الطائرة حدد مواعيد نهائي الدوري واللي هتتلعب أيام 3 و5 إبريل اللي جاي، وفي حالة اللجوء لمباراة فاصلة هتكون يوم 7 من نفس الشهر. زي ما عارفين فريقنا كان تأهل لنصف نهائي الكأس بالفوز على الطيران 3-0 في ربع النهائي، وإن شاء الله فريقنا يواصل مشوار والاحتفاظ بثنائية الدوري وكأس مصر بإذن الله. أما عن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، واللي بيواصل هو أيضا استعداداته لمباراة القمة قدام النادي الأهلي في نهائي الدوري، واللي هتتلعب بنظام باست اوف 3. أول مباراة هتكون يوم الثلاث 2 إبريل، والمباراة الثانية هتكون يوم الخميس 4 إبريل، وفي حالة اللجوء لمباراة فاصلة هتكون يوم السبت 6 إبريل. زي ما عارفين فريقنا اتأهل للنهائي بعد الفوز على سموحة في نص النهائي بنتيجة 2-0 في عدد المباريات، وانتهت المباراتين بنتيجة 3-0. كل الدعم والتوفيق لفريقنا ويقدر يحقق لقب الدوري الموسم ده وكمان الكاس، ويقدر يحتفظ بيه خصوصا انه حامل اللقب. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل اخبارنا.
خطوة واحدة تفصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك عن تحقيق لقب الدوري الغائب عن قلعة البطولات بعد التأهل إلى نهائي المسابقة. فتيات الذهب بطلات كأس مصر وبطولة إفريقيا في الموسم الماضي ضربنا موعدا مع المنافس التقليدي الأهلي في نهائي مسابقة الدوري التي تقام بنظام البلاي آف بيست أوف ثري، وستكون أول المواجهات يوم الثلاثاء المقبل، فيما ستقام المواجهة الثانية بعدها ب48 ساعة، وفي حال الوصول إلى مباراة فاصلة ستكون السبت 6 أبريل. وكان فريق الزمالك قد تخطى عقبة سموحة في نصف النهائي بعد الفوز بالمباراة الأولى 3-0 وحسم بطاقة العبور للنهائي بالانتصار في اللقاء الثاني بنفس النتيجة، ليصبح الفريق على بعد خطوة واحدة من الصعود لمنصة التتويج. وبدأ فريق فتيات الذهب بالزمالك الأدوار الإقصائية بدور الكرة الطائرة من ربع النهائي أمام وادي دجلة، وحقق الفوز في المواجهتين بنتيجة 3-0 و3-1. ويتطلع فريق سيدات طائرة الزمالك لتحقيق لقب مسابقة الدوري هذا الموسم الذي كان قريب جدا في الموسم الماضي من أجل تسجيل اسمه بأحرف من نور في تاريخ ألعاب الصالات بقلعة البطولات. دي يمكن أهم وأبرز أخبار الكرة الطائرة. خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار كرة اليد. ودي يحيى عملها يسيبها الحسن وليد، بعد جديد الجديد والمفيد في إيدك يا حسن يا وليد. الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة كابتن مجدي أبو المجد منح اللاعبين راحة النهاردة، وهيبدأ بكرة استعداداته لمباراة القمة ضد النادي الأهلي يوم الثلاث اللي جاي على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في الجولة 12 من المرحلة الثانية للدوري. الفريق كان خسر من البنك الأهلي بنتيجة 27-26 في المباراة اللي اتلعبت امبارح في الجولة 11 من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد. مباراة وخلاص يعني التفكير فيها كتير أو الكلام فيها كتير مش هيقدم ولا آخر. أنا دايماً بس بقول لما يبقى عندك حاجة سلبية أو خسارة لا قدر الله اقفل الصفحة و يعني خلاص خد السلبيات عليكها وشوف تقدر تعمل ايه. طبعا هيكون هناك تدعيمات قويه طبعا قبل مباراه سوبر الافريقي وكاس الكؤوس الافريقيه باذن الله. نروح لمجلس اداره نادي الزمالك برئاسه كابتن حسين لبيب، واللي استقر على تدعيم فريق يد الزمالك زي ما قلنا بصفقات قويه استعدادا للمشاركه في بطولتي السوبر الافريقي وكاس الكؤوس الافريقيه واللي هتتلعب في الجزائر خلال الفترة اللي جاية، هتكون طبعا في منتصف شهر إبريل. إدارة النادي بتحاول على قد ما تقدر أنها تتكتم على الصفقات لحد ما يتم حسمها بشكل رسمي، واللي هتكون بإذن الله إضافة قوية من لاعبي الكوماندوز من أجل التتويج بالسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس. زي ما عارفين الزمالك هيلعب مع فريق جي اس كي الكونغولي يوم 14 إبريل في نصف نهائي البطولة، وفي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية هيلعب كوماندوز الزمالك في المجموعة الرابعة اللي بتتضمن الزمالك والترجي التونسي وبي ام سي الكونغولي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله سواء في السوبر الإفريقي أو كأس الكؤوس الإفريقية بإذن الله. نروح لهشام صلاح طبعا لاعب فريق يد الزمالك واللي هيخضع خلاص بكره لعمليه جراحيه في الركبه بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في دوره الالعاب الافريقيه اللي اتلعبت في غانا.
هشام صلاح خضع طبعا لفحوصات طبية خلال الأسبوع اللي فات وتم الاستقرار على إجراء العملية بكرة. للأسف هشام صلاح هيغيب عن الفريق لفترة طويلة، طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل ويرجع أقوى من الأول، يتأهل كويس جدا. بتمنى عودته في أسرع وقت ممكن ولكن بدون تسرع، لان بجد زي ما قلت وهفضل اقول اصابات الركبه حساسه جدا، حساسه جدا، تحتاج عمليه تنجح باذن الله، تاهيل كويس جدا جدا ونفسيا كمان انك تبقى مؤهل انك تنزل الملعب. ان شاء الله هشام صلاح قدها وقدود وهيتخطى كل ده في اسرع وقت ممكن ولكن بدون تسرع، لان سلامته عندنا بالتاكيد اهم من اي حاجه. نروح لفريق مرتبط يد الزمالك 2006 واللي اغلق ملف فوزه على النادي الاهلي في الدوري وبدا الاستعداد لمواجهه فريق الاولمبي في ربع نهائي كاس مصر يوم الاثنين اللي جاي باذن الله. الفريق كان فاز على الاهلي بنتيجه 31-30 برميات الترجيح بعد التعادل في الوقت الاصلي من المباراه اللي اتلعبت على صاله النادي امبارح. مرتبط اليد هيتدرب بكرة على صالة النادي، بعد كده هيسافر اسكندرية استعدادا لمواجهة الأولمبي يوم الاثنين الساعة 9:30 على صالة الأولمبي في الاسكندرية. كل الدعم والتوفيق ليهم بإذن الله. نروح لشابات يد الزمالك مواليد 2004 اللي عنده مباراة مهمة جدا جدا مع النادي الأهلي على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري. شابات يد الزمالك بقيادة كابتن محمد الأحمر عنده مباراة بكرة مع سموحة وهيختتم الدوري بمواجهة سبورتينج يوم الاثنين. كل التوفيق للفريق. المفروض أن المباراة شغالة دلوقتي، المفروض معتها 9 يعني، فبنتمنى لهم كل الدعم إن شاء الله تكون نهايتها بفوز الزمالك بإذن الله. ممكن تكون خلصت، ممكن تكون في الدقائق الأخيرة، بنتمنى لهم كل الدعم والتوفيق. ودي يمكن أهم وأبرز أخبار كرة اليد. خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار كرة السلة. الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة كابتن وائل بدر بقى جاهز لمباراة مصر للتأمين في دور الثمانية من بطولة كأس مصر واللي هتتلعب بكرة إن شاء الله الساعة 9 مساء على صالة النادي. إن شاء الله الفريق قادر على الفوز والتأهل لنصف نهائي الكأس. عارفين طبعا ان فريق السله هيلعب مع سموحه في ربع نهائي دوري سوبر السله واللي هيتلعب بنظام بلاي اوف 5 طبعا، واللي هتكون ايام الاربع اللي جاي والخميس 4 والخميس والحد بالظبط كده. وفي حاله عدم حسم التاهل لنصف النهائي هيتم اللجوء لمباراه لتحديد باقي مباريات طبعا ربع النهائي يعني. فكل الدعم والتوفيق ليهم بإذن الله. كده تكون خلصت أخبار نادي الزمالك. خلينا نروح لفقرتنا اللي بقت ثابتة معانا بالتأكيد وهي أولمبياد باريس، ونقرب أكتر ونعرف أكتر عن استعدادات أبطالنا وبطلاتنا في الألعاب الجماعية والفردية وكل من تأهل لأولمبياد باريس وكل إن شاء الله يتأهل خلال الفترة اللي جاية. خلينا نروح لأولمبياد باريس. الاتحاد المصري لكرة اليد استقر على تنظيم بطولة دولية في شهر يونيو اللي جاي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لكرة اليد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. اتحاد كرة اليد قرر توجيه الدعوة لأربع منتخبات عالمية وهم الدنمارك والسويد وألمانيا وإسبانيا للمشاركة في البطولة الدولية. أربع منتخبات تقال جدا يعني، فطبعا ده أحسن استعداد ممكن تستعدوا يعني لأولمبياد.
زي ما عارفين يعني تقريبا ممكن الاربع فرق دول يبقى فيه اثنين او ثلاثة منهم يوصلوا مربع يعني. زي ما عارفين ان منتخب مصر لكرة اليد هيكون ممثل العرب الوحيد في اولمبياد باريس وبيستعد بكل قوة للحصول على اول ميدالية اولمبية. كلنا عارفين انه خد رابع الاولمبياد اللي فاتت. الاتحاد الدولي لكرة اليد اعلن في وقت سابق ان قرعة اولمبياد باريس 2024 هتتعمل يوم 16 ابريل اللي جاي في العاصمة الفرنسية باريس. كل الدعم طبعا والتوفيق لابطالنا ابطال منتخب اليد اللي دايما بيكونوا صناع السعادة. اما عن بطلتنا المصرية في التنس مايا شريف واللي بتسعى بكل قوة لتحسين تصنيفها العالمي والعودة للدخول في قائمة افضل 54 لاعبة للتأهل للاولمبياد من خلال المشاركة في اكبر عدد من البطولات خلال الفترة الحالية والمقبلة طبعا بعد غيابها عن بعض البطولات بسبب الاصابة اللي بتعاني منها في الظهر واللي كانت سبب في تراجع تصنيفها للأسف للمركز 70 في تصنيف محترفات التنس. مايا بتستعد للمشاركة في بطولة تشارلسون بأمريكا فئة ال 500 نقطة واللي هتتلعب في الفترة من 1 لحد 7 أبريل. زي ما عارفين التصنيف العالمي فرصة مايا الأخيرة للتأهل للأولمبياد بعد خسارتها في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية وعدم قدرتها للأسف على حجز بطاقة التأهل. الدرجات في كندا، نروح بقى لمنتخب مصر للدرجات بقيادة كابتن محمد إبراهيم المدير الفني اللي بيستعد للسفر إلى كندا للمشاركة في جولة كأس العالم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. منتخب الدرجات هيسافر يوم 8 إبريل للدخول في معسكر مغلق قبل طبعا انطلاق المنافسات واللي هتكون خلال الفترة من 11 وحتى 14 إبريل وده آخر البطولات المؤهلة للأولمبياد. بعدها هيتم الإعلان الرسمي عن المتأهلين في رياضة الدرجات لأولمبياد باريس. بعثة مصر بتضم 4 لاعبين وهم ابتسام زايد، شهد سعيد، ويوسف زكي، ومحمود بكر. كنا قلنا لحضراتكم طبعا ان الثنائي ابتسام زايد وشهد سعيد ضمنوا خلاص التأهل للأولمبياد بعد صدارة التصنيف الإفريقي وفي انتظار الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الدولي عن أسماء المتأهلين من التصنيف العالمي. نروح للمنتخب الأمريكي لكرة السلة للسيدات واللي بيستعد بقوة لحملة الدفاع عن الميدالية الذهبية من في أولمبياد طبعا باريس 2024. منتخب السيدات السلة الأمريكي المتوج بالميدالية الذهبية في آخر 7 دورات أولمبية أعلن عن القائمة رقم يخض يعني أخذ آخر سبع ميداليات أولمبية يعني سبع ذهب يعني. أعلن عن القائمة اللي هيخوض بيها معسكر خلال الفترة اللي جاية واللي شهدت بالمناسبة يعني عودة النجمة براتني جرينر بعد غياب طويل. قائمة منتخب سيدات سلة أمريكا تواجد فيها بالمناسبة 9 لاعبات سبق ليهم المشاركة والتتويج بالميدالية الذهبية في الأولمبياد أبرزهم براتني جرينر وكاتلين كلارك وديانا توارسي الفائزة بالميدالية الذهبية 5 مرات وأريال إتكينز وجاي لويد وكيلسي بلوم وباريانا ستيارت وأجا ويلسون وجاكي يونغ. حاجة يعني أنت بتتكلم في ناس يعني منهم لعيبة بس خدت 5 ميداليات ذهب أولمبية وهم يعني أساسا المنتخب الأمريكي لكرة السلة سيدات آخر 7 ميداليات أولمبية ذهب هم اللي واخدينها في آخر 7 نسخ على التوالي. ما شاء الله اللهم بارك. نروح للحكومة الفرنسية اللي طلبت من 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف من العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين للمساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. فرنسا استقرت على نشر حوالي 45 ألف من أفراد الشرطة وقوات الأمن و 20 ألف من أفراد شركات الأمن الخاصة، 15 ألف من العسكريين كل يوم لتأمين الحدث الرياضي الأكبر والأعظم واللي هيشارك فيه ملايين من عشاق الرياضة والسائحين. وزارة الداخلية الفرنسية قالت أنه تم تقديم طلب في يناير اللي فات ل 45 دولة للمساعدة في تعزيز القدرات الأمنية خلال أولمبياد باريس. الناس دي ما بتهزرش بجد ما بيهزروش. عايزاكم احنا في أيام مفترجة داخلين على ال10 أيام الأخيرة ممكن يكون فيهم ليلة القدر بالتأكيد تكثيف الدعاء أرجوكم لكل ما هو زملكاوي خلال الفترة اللي جاية. عندنا أسبوع حس
فبنتمنى من حضراتكم الدعوات لكل ما هو زملكاوي، وان شاء الله ان شاء الله يكون اسبوع مليء بالانتصارات والانجازات. كل سنه وحضراتكم بالف خير، ورب يكون شهر كعادته علينا خير وانتصارات وانجازات وفرح وفك لكل كرب، ويا رب يكون اسبوع خير وسعاده في دخله العيد كده علينا كلنا كزملكاويه. كده تكون انتهت حلقتنا، استنونا وحلقه جديده من ملوك الصلاه في نفس الميعاد. سلام عليكم.